السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن خيط الكليم، وهنعمل مع بعض سجادة دائرية بخيط الكليم وفيها شكل هيبان في اخر الفيديو ان شاء الله، في اخر الاجزاء، لان دي سجادة اوضة اطفال. خيط الكليم هو كليم مصري، سعره حسب المكان، في بيتباع ب25، في ب30، في ب40، وفي ب50 على حسب الجودة. يعني ده من مها إيش إيش، بصراحة الخامة جميلة قوي. ده براند يعتبر أكتر الخيط سمك واحد في. لو أنت عايزة يعني جودته 100%، خيط مكة بيبقى ملفوف بكر وكله سمك واحد. فاحنا هنبتدي مع بعض السجادة، وهنعمل عودة البداية لو فاكرينها، اللي كنا بنلف على صوابعنا وبنقلب ايدينا كده، وادخل بالابرة واسحب اللي جوه، سوري، والف ايدي كده واطلع، هلاقي معايا ايه؟ دايرة. والخيط ده هشتغل عليه، هرتفع سلسلتين ومش هحسبهم عمود خالص، وهعمل جوه الدايرة دي 12 عمود بلفة. كنا بنلف ايدنا ولف على الابرة ونطلع، معانا 3 حلقات، بلف واطلع من 2 يبقى 2. هعمل كم عمود جوه الدايرة؟ 12 عمود بلفة، ماشي. اخلص وارجع لكم. ورجعت معاكم هنا كده بعد ما عملت 12 عمود بلفة. هشد الخيط من ورا حلو عشان اضيق الايه الدايرة معايا. ده ايه على قد ايه ما تقدري، اهو بالشكل ده كده. طبعا هنتجاهل الاتنين سلسلة دول، وهنقفل في اول ايه عمود. طبعا هنا عشان الخيط سميك جدا، فانا استخدمت ابرة الومنيوم مقاس 10، انت بتستخدمي حسب سمك الخيط اللي معاكي. فهاجي هنا في اول عمود وهقفل بمنزلقة، وملناش دعوة بالاتنين السلسلة ارتفاع يا جماعة. سوري بس انا قفلت في الايه الخيط الزيادة، اوعي تتلخبطي وتنسي وتشتغلي في الخيط الايه اللي بنقفل منه. اهو كده كده قفلت اول سطر، هشد تاني من ورا عشان نضيق الايه الدايرة. حلو، خيط الكليم متعب شوية بس هتحبيه وهتتعودي عليه في الشغل. السطر التاني بيكون معانا عبارة عن ايه؟ عبارة عن تزايد في كل عمود. يعني دول 12، يبقى السطر الجاي المفروض يبقوا كام؟ 24 عمود. فهرتفع 2 سلسلة. طبعا المبتدئين عشان ما يتلخبطوش يعلموا بالماركر. يعني انا كده لسه ما عملتش عواميد، فاجي في اول عمود قفلت فيه وهعمل 2 عمود. ادي كده 1 وهقفل بالماركر اعلمه عشان ما تتلخبطيش. هعمل عمود كمان، ادي كده 2، وهاجي في كل غرزة واعمل ايه 2 عمود. كل غرزة معايا هعمل فيها تزايد، يعني 2 في غرزة واحدة، عشان يبقى الإجمالي كام؟ 24 عمود. أخلص وارجع لكم. ورجعت معاكم بعد ما عملت السطر التاني، والإجمالي معايا بقى 24 عمود، لأني عملت تزايد في كل غرزة 2 عمود، فالإجمالي عندي بقى 24 عمود. فهشيل الماركر وأقفل في راس أول عمود بغرزة إيه طبعا منزلقة. طيب هرتفع بايه؟ بسلسلتين، 1 2، عشان ابدا السطر الثالث. السطر الثالث هيبقى عباره عن ايه؟ غرزه فردي 2، غرزه تزايد، غرزه فردي، غرزه تزايد. يعني السلسلتين اللي ارتفعتهم هعمل معاهم عمود، يبقى كده عمود فردي. تمام، عملت هنا عمود فردي في جنب سلاسل الارتفاع. الغرزه اللي بعدها يبقى تزايد، يعني 2 في نفس الايه 2 في نفس الغرزة. يبقى انا عملت هنا 1 فردي، 1 تزايد، تاني 1 فردي، واحدة تزايد. الدور كله بالشكل ده، غرزة فردي عمود 1، واللي بعده تزايد.
هخلص السطر التالت وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. ورجعت له هنا بعد ما خلصت السطر التالت. السطر التالت كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن غرزة فردي غرزة تزايد، غرزة فردي غرزة تزايد. لازم لو انتي ماشيه مظبوط هيبقى اخر غرزة معاكي هتطلع تزايد. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنشيل الماركر وهنقفل في اول ايه، في العمود دوت اللي كان فيه الماركر بمنزلقة. وكده السطر التالت خلاص معانا. ملحوظة، بلاش تشد ايدك وانتي شغالة عشان السجادة بعد كده تتفرد معاكي بسهولة، ماشي؟ يعني بلاش تشد ايدك او وانتي كده كده كل ما ترتفعي سطر هتلاقي اللي قبليه ايه اتفرد. تمام، اهو التاني اهو مفروض، التالت اول ما ابدأ الرابع هيتفرد معايا. السطر الجاي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن هنا كان غرزة فردي غرزة تزايد، اللي بعده هيبقى واحد فردي واحد فردي التالتة تزايد، يعني اتنين فردي التالتة تزايد. طب انا لو مشيت بالنظام دوت كل السطور هحس ان الدايرة سدست مني، بقت شبه الشكل السداسي. طب انا عايزاها دايرة يعني كاملة الايه التدوير، هعمل ايه؟ هاجي عند كل سطر بادئه بزوجي وارحل نصه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السطر ده هعمل اتنين اتنين فردي واحدة تزايد، الاتنين ده عدد زوجي، فلا ده انا هاخد نصه فهعمل واحدة وبعدين تزايد، وبهمشي السطر كله بقى عادي اتنين فردي واحدة تزايد. هطبق معاكم عشان تفهموا. هرتفع اتنين سلسلة، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه هعمل غرزة عمود بلف. ادي اول عمود. المفروض ان انا كنت هعمل ايه بقى؟ عمود كمان كده صح، وبعدين هعمل هنا تزايد. لا انا هعمل عمود واحد بس، انا هعمل عمود هنا كده واحد بس، وهنا هروح عاملاه تزايد. طب كده هيبقى فاضل ناقص معايا عمود، ان هما المفروض اتنين عمود فردي. العمود الفردي ده هيتبقى لي هنا في الاخر، لازم هيفضل لي في الاخر غرزة. طيب هنمشي ازاي بقى بقية السطر؟ هنمشي عادي جدا، عمود فردي عمود كمان فردي والتالتة ايه تزايد، يعني اتنين في غرزة واحدة. يبقى انا هكمل السطر كله فردي فردي تزايد واخلصه ان شاء الله وارجع لكم. ورجعت معاكم بعد ما خلصت السطر الرابع. السطر الرابع المفروض انه هينتهي معايا بتزايد، لا في غرزه. طب ليه؟ لان انا شغاله فردي فردي تزايد، فهنا هعمل واحده هيبقى فردي فردي تزايد. دول السلسلتين الارتفاع اكنهم مش موجودين خالص، فعشان السطر معايا يبقى ماشي معايا مظبوط، فهعمل هنا كده واحدة عمود، واجي هنا طبعا في اول عمود معايا واقفل بمنزلقة. وبكده هيبقى خلاص معانا السطر الايه الرابع. طيب السطر الخامس هيبقى عبارة عن ايه؟ هنا كنا عملنا اتنين فردي واحدة تزايد، لا السطر الخامس هيبقى تلاتة فردي في الرابعة تزايد، تلاتة فردي. فهرتفع سلسلتين واحد اتنين، مش هحسبهم معايا عمود، وهعمل جنبها اول عمود. ادي واحد نعلمه بالماركر، نعمل عمود كمان. بصوا يا جماعة خلوا الابرة تاخد ايه راحتها عشان اهو، واطلع تاني كده ارتفع كده تاني عشان العمود ميبقاش ضيق والسجادة تبقى صعبة معانا. يبقى عملت واحد اتنين، ادي تالت عمود. المفروض الرابع ايه بقى؟ تزايد، يعني اتنين في نفس المكان بالشكل ده. طب انا ليه ما رحلتش هنا عواميد؟ لان انا بادئه بعدد فردي رقم تلاتة، واحد اتنين تلاتة، والرابعة هي اللي فيها تزايد. هكمل السطر دوت وارجع لكم. وبكده انا رجعت معاكم في السطر الخامس، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اللي كنت ماشية فيه ايه؟ كنت ماشية فيه واحد اتنين تلاتة تزايد، واحد اتنين تلاتة تزايد. فاحنا ماشيين طالما بعدد فردي يبقى لازم اخر غرزة معاكي تبقى تزايد. طيب هنعمل ايه؟ هنفك الماركر وهنقفل في اول مكان الماركر كده اول عمود بغرزة منزلقة. وبكده نكون خلصنا السطر الكام؟ الخامس. مش عايزة اطول عليكم في السجادة،
هقسمها لأجزاء. انتظروني في الجزء التاني ان شاء الله هنكمل مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.